في الصباح نظر موسدي من نافذته. تنفس بارتياح، فلم يذوب الثلج بعد، ورجل الثلج لا يزال هناك. لقد صنعه مع السيد أرنب، وهما يأتيان كل يوم لتفقده. مرحباً، ركضت بسرعة والآن أشعر بالحر. مرحباً، الشمس ساطعة اليوم، قال موستي. أحب الشمس لكنها ستذيب رجل الثلج. لكن لا أريد أن يذوب رجل الثلج. انظر إليه يا موستي، انظر، إنه يبكي. يا للمسكين، ضحك موستي. صحيح، لكنها ليست دموعا، لقد بدأ يذوب. ترى ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل سنتركه في الشمس؟ ربما يجب أن نغير مكانه، قال موستي. هذه مهمة صعبة، فوزنه ثقيل جدا، لكننا لن نحمله. انتظرني، سأعود بعد قليل. حسناً، سنضع رجل الثلج داخل العربة ثم ندفعها معاً. بدأ موستي العمل، حاول حمل رجل الثلج، دفع وشد، وفجأة انتبه يا موستي، ستحطم رجل الثلج. يجب أن ننقله على مراحل، قال موستي. ليس هناك حل آخر، وزنه ثقيل جدا. وبحذر شديد نقل موستي والسيد أرنب رجل الثلج إلى العربة قطعة قطعة. ثم القبعة والمكنسة والجزرة. أعرف مكاناً مناسباً في نهاية الحديقة قرب الشجرة الكبيرة. صحيح، إنه مكان مناسب، قال الأرنب. لن تصل إليه أشعة الشمس. وهكذا أعاد موستي بناء رجل الثلج. تمت المهمة، حان وقت الوداع الآن. عاد موستي إلى أبيه وأمه في البيت، وعاد السيد أرنب إلى جحره. في صباح اليوم التالي كان السيد أرنب ينتظر صديقه موستي. شعر الاثنان بالقلق لأن الثلج بدأ في الذوبان. أخشى أن يكون رجل الثلج قد ذاب. تحت الشجرة وجدا بقعة ماء كبيرة، وفوقها قبعة قديمة ومكنسة وجزرة. أشعر بالحزن لأن رجلنا الثلجي ذاب. ولكن انظر، ما زال أنفه هنا، أستطيع أن أكلها الآن. أجل، هذا صحيح، قال موستي. هل ما زال طعمها لذيذاً؟